احنا كنا ناس تضطر تقني تضطر كامل شعلها فيا. ما عرفت سي نعطي تروس كاش بلعب فيها تعرف هذيك الدوخه ديالها ملي تخرج الصاف تاع تما بالصاف كاش بنعاود ديك الهيبه كامله طلعت الصح ايت ما عايز بالعاده وبالناس بالعاوبه تاع واحد اسمع لي العافيه طقطقات وكلشي العافيه كلشي تحرقنا انت انك تشوف الحاله ديالنا والوالده ميته والعيال الصغار مشاو الوراق مشاو التحاله المدنيه مشاو لكارت ناسيونال مشاو الكتوبه ديال العيال مشا كلشي كما كتشوفنا حنا اللي بقينا جوج ونص كنا ناسين طافين الديوان دليل جوج ونص دليل حتى كنشوف انا بحال الضوء بحال البراق كيضرب ديك الضوء اللي شويه كان داكشي كيطرطق فتحت الباب كنجبر العافيه شاعله هبطت كنجبر هنايا هذا كامل العافيه هنايا شاعله العافيه شاعله العافيه في هادو كامله العيال عندنا ناسين هنايا بقيت كنخرج غير العيال كنخرجهم عيطوا البومبيه ما جاتش من جوج ونص والعافيه شاعله وما مش من ساعه جاو حتى الاربعة الا ربع عاد جاو بلا تيود الماء غير الدراري اللي خرجونا العبا هو خرجنا حنايا السيد فوقي او تحرق هو باقي فوقي مسكين مشات هنايا ولكن فوقي طلعت الدخان بزاف ما جبرش كيفاش يعمل ليا بطلينا كانت طالعه في الدروج بزاف الناس لحاهم الله يجازيهم بالخير وقفوا معنا هما اللي مساكن وقفوا معنا هزهم تاهم الطبيب لا حول ولا قوه الا بالله ربي قدر علينا ما كرهنا شي واخا نجبرو غير فين بدا غير فين نرتاحو لينا راني صافي ما كاين ما عندنا لا فين جلسوا ولا فين وقفوا ولا حتى شي حاجه كلشي ما عندنا حتى حاجه ان الله سبحانه وتعالى ومحسنين الله يجازيهم بالخير هادشي اللي كاين جنا عز هذا العز غير طالع من تحت خليه يفتح الباب عمي ومفتح الباب عمي قلت له اللي كاين جاب لها البوليس ولا شي حاجه قلت له اللي كاين قال لي العافيه 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 ملي امس ما عرفتش نعطي تروس كاش بالعافيه طلع هذيك الدوخه ديالها ملي تخرج الصاف تاع تما بالصاف كاش بنعاود ديك الهيبه كامله طلعت الصح ما بقيتش كنشوف لا ستاره الصاف ولا والو واحد الباركوره فين هاد الناس بحال باطيو عبل نقص لي له وانا جاب الله عنده فين غنلز رجلي وما كفلسوني وهوت غنقص راسك واحد الطوب وتجاوب بابيروس ايت ما عايز بالعاده وبالناس بالعاوبة حتى واحد ما يسمع لي بقيت على شي ساعه المكانه على شي ساعه المكانه وانا صحاباتي كانت علي غتغلب عليا وقلت غادي انا خير راسي عيدك عرفتي ما قدرتش ما قدرتش بعد ديك الحريق وصابر بجوني يدين مازال هو اللي عطى الله واعده انا من فوقي ساكنه يعني ما سمعت على الغوات ما فهمت والو العائله السيتوا العائله السيتوا في الدار وداكشي ما فهمت والو سمعت على الغوات خرجت برت عيد تخاخن طالعين ما هبرت من خرج هبطت في الدروج بغينا تخاخن والعافيه خارجه خرجنا للزنقة الوالدة مسكينة طاحتنا هنايا ما كبرناها كيفاش نعملو نخرجوها من جوج ونص حنا كنعيطو لهم حتى لربعة ونص عاد ما جينا زعما باش يطفيو العافية وما جاوش يديك الما ديالهم خلاو في الطوموبيل قالك بلاتي تا نشوفو والعافية طقطقات وكلشي العافية كلشي تحرقنا انت انا كتشوف الحالة ديالنا والوالدة مريضة والعيال الصغار ما عندنا فين نمشيو ولا فين نسكنو كلشي مشى ما بقى حتى شي حاجة كلشي مشى مشاو الوراق مشاو التحاله المدنيه مشاو لاكارت ناسيونال مشاو الكتوبه ديال العيال مشا كلشي كما كتشوفنا حنا اللي بقينا مشا كلشي ما كاين حتى شي حاجه عندي الوالده ديالي فيها سرطان كدوز في الرباط مشا لها الدوسي ديالها حتى شي محايده صدره محايده الوالده محايده مصران فيه السرطان مشاو لنا كلشي ما عندنا لا لاكارت ما عندنا لا حاله مدنيه لا وراق لا حتى شي حاجه انا ساكن هنايا حدا الجيران ديالي ولقيت كارثه يعني الكابل جداو وتلصقوا بعضيتهم وشخلتي با قابل لي في جوج ونص ثلاثة ديال الرب سمعت غير غوت كنت عيطت على بنادم والله وقع الدبزة هو العافية شاعلة من بس عليا هو كنجري جري جبرت العافية كلش الدنيا ونحن حنا كنجري وبوديونات وسطولة وقومة بس تيجي حنا شو شجرة بومبيروس وعاد كملت على الباقي ودابا هادشي تشوف كلشي بعينك كلشي تنكل كلشي كدا
لا لا كنطلبوا المحسنين يعاونوا الناس هادو باش ما كان فهمتيني على ما تصلح الدنيا وكذا هادي هادشي اللي كاين عمو ديالي الله يرحم والديك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.